السلام عليكم. ان شاء الله هنحل مسائل كيرشوف من الصفر، يعني واحدة واحدة كده للناس اللي مش عندها اي فكرة عن المسائل دي. احنا عندنا مسألة مطلوب مننا فيها 3 مجاهيل، اي واحد، اي اتنين، اي تلاتة. المطلوب مننا ايه؟ اول حاجة نتمم على الدايرة اللي عندنا، يعني ايه نتمم عليها؟ يعني نتأكد ان كل مقاومة ماشي فيها تيار ومعروف اتجاهه. طب افرض لقيت مقاومة ومش ماشي فيها تيار، انا افترض اني ماشي فيها تيار واحدد اتجاهه. طب تعالوا كده معايا في الدايرة دي، انا معايا كم مقاومة؟ 1 2 3 4، 4 مقاومات. عايز اتأكد ان كل مقاومة ماشي فيها تيار. ال12 ماشي فيها اي 3 وده اتجاهه، وال6 ماشي فيها اي 1 وده اتجاهه، وال3 ماشي فيها اي 2. طب الاتنين اوم دي طبعا ممكن تفتكر ان مش ماشي فيها تيار، لا ماشي فيها تيار اللي هو الاي 2. طب ازاي؟ ما هي النقطة دي تانية سلك والنقطة دي تانية سلك، فالتيار اي 2 يقدر يمشي في الجزء ده، يبقى الجزء ده حدود التيار اي 2. بعد ما هيعدي في المقاومة 3 هيكمل في المقاومة 2. الله، طب كده معناها ان المقاومة 3 والمقاومة 2 هيمشي فيهم نفس التيار اللي هو اي 2. تمام. طب ما ده استفاد منه ان المقاومة 3 و2 متوصلين على التوالي، وان انا هجمعهم لما اجي اتعامل معاهم. بالظبط كده. طيب فين حدود الاي 1 من هنا لحد هنا؟ ده حدود الاي 1. طيب فين اي 2؟ اي 2 جاي من هنا وماشي في الجزء ده، يبقى ده الاطار اللي بيمشي فيه اي 3. طيب تمام، انا كده اتاكدت ان كل المقاومات ماشي فيها تيار متحدد اتجاه، حتى الاتنين دي ماشي فيها اي 2. هعمل ايه؟ اول حاجه هاجي عند كل بطاريه وهعمل سهم صغير من السالب للموجب اهو، وهاجي عند البطاريه التانيه هعمل سهم صغير برضو من السالب للموجب اهو، يبقى دي سهم من السالب للموجب وده من السالب للموجب. وبعدين انا عندي مسار اهو، البرواز اللي هو الاربعه المربع ده اهو والبرواز اللي جنبه، هعمل ايه؟ هفترض مسار بداخله، يعني جوه الاطار ده هعمل اطار تاني، وجوه الاطار ده هعمل اطار تاني، واحدد عليه اتجاه التيار، اتجاه المسار براحتي. اتجاه المسار ده يفضل يمشي مع مسار، مع اتجاه البطاريه، ولو عندك بطاريتين امشي مع اتجاه البطاريه الاكبر يفضل. فاتجاه البطاريه كده، فانا همشي في المسار ده كده مع اتجاه البطاريه. طيب بالنسبه للمسار اللي جنبه هنمشي ازاي؟ هنمشي مع اتجاه البطاريه دي، يبقى انا همشي كده مع اتجاه البطاريه. طيب يبقى ده المسار 1 وده المسار 2. هبدأ الحل ازاي؟ انا دلوقتي عايزة احل 3 مجاهيل، فبحل ال3 مجاهيل ب3 معادلات. هجيب ال3 معادلات ازاي؟ معادلة الاولى من قانون كيرشوف الاول، والمعادلتين التانيين من قانون كيرشوف الثاني. طيب القانون الاول هنطبقه على نقطة خارج منها 3 اسلاك، زي النقطة دي لو انا سميتها ايه مثلا، فهطبق عندها قانون كيرشوف الأول. إزاي؟ مجموع التيارات الداخلة بتساوي مجموع التيارات الخارجة. مين التيار اللي داخل على النقطة إيه؟ أي 3. هكتب أي 3، كمان أي 1 داخل على النقطة إيه؟ يبقى زائد أي 1 هيساوي التيارات الخارجة اللي هي مين؟ أي 2. يبقى إحنا هنقول التيار اللي داخل اي 3 واي 1 هيتساوي مع التيار الخارج اللي هو مين؟ اي 2. كده انا كتبت معادله، ناقص لي 2 وخلص. المعادله الثانيه هجيبها من المسار 1. هكتبها ازاي؟ هطبق قانون كيرشوف الثاني على المسار 1، وهبدا بكتابه يساوي. الناحيه دي هكتب الفي باتري، والناحيه دي هكتب الاي في الار طول ما انا ماشي في المسار. هنا مين بقى الفي باتري؟ امشي كده في المسار بالراحه، مش عندك غير بطارية واحدة اللي هي ال18 واتجاهها معانا، يبقى هتقول موجب 18 هيساوي امشي، وأول ما تيجي عند المقاومة تقف. ها، جيت عند المقاومة أقف. ال12 دي ماشي فيها تيار؟ أيوه أي 3. طب بص على اتجاه أي 3 اللي بالأزرق واتجاه المسار اللي بالأحمر، يا ترى الاتجاهين زي بعض؟ أيوه، يبقى موجب 12 أي 3، 12 أي 3. كمل كده المسار. ها همشي أهو في مقاومة 6، حلو، اسأل نفسك ماشي فيها تيار؟ أيوة أي 1. طب بص على السهم الأزرق والسهم الأحمر، معانا ولا مش معانا؟ لا مش معانا، يبقى سالب 6 أي 1. خلصت المعادلة، فاضل لك معادلة واحدة وتخلص المسألة كلها.
نيجي بقى عند المسار 2، هطبق قانون كيرشوف الثاني على المسار 2، هكتب كلمة يساوي. امشي كده في بطاريات، ايوه ال21 واتجاهها مع اتجاه المسار، يبقى ال21 تساوي عندك، هتمشي بايدك في المسار تاني وكل مقاومة تقف. ها في مقاومة 3 في المسار ده، في 3 وفي 2، عشان احنا اتفقنا 3 و2 متوصلين توالي، ان هيمر فيهم ايه اي 2، هتجمع ال3 وال2، يعني لو عندك مقاومتين على التوالي خلصهم في مقاومة واحدة، يبقى 3 و2 كام؟ 5. 5 ماشي فيها تيار، ايوه اي 2، بص على السهم الازرق والسهم الاحمر معانا، يبقى هتقول 5 اي 2، يبقى مش ناقص غير المقاومة 6. المقاومة 6 ماشي فيها تيار، ايوه اي 1، معانا ولا مش معانا؟ معانا، يبقى زائد 6 اي 1. رتب بقى المعادلات بحيث يبقى اي 1 وراها اي 2 وبعدين اي 3. هنا اي 1 اهي، هبدا اكتب ارتب المعادلة الاولى اي 1، هجيب اي 2 جنبها من الناحية التانية، تبقى بالسالب، سالب اي 2 زائد اي 3 هتساوي 0، دي المعادلة الاولى. وبعدين هرتب المعادلة التانية، هتبدأ بسالب 6 اي 1، اي خطأ في الإشارة ممكن يغير الناتج تماما، سالب 6 اي 1، بعدين مفيش اي 2 فهحفظ الخانة بصفر اي 2، وبعدين زائد 12 اي 3 بتساوي 18. هرتب المعادلة التالتة، هبدأ ب6 اي 1 زائد 3 اي 2، مفيش اي 3 هحفظ الخانة بصفر اي 3 بتساوي 21. هجيب الآلة الحاسبة وهضغط مود وبعدين 5 وبعدين 2، هبدأ بقى أعمل إدخال الأرقام، هقول 1 يساوي سالب 1 يساوي 1 يساوي، وبعدين 0 يساوي، نبدأ المعادلة التانية، سالب 6 يساوي وبعدين 0 يساوي وبعدين 12 يساوي وبعدين 18 يساوي، المعادلة الأخيرة 6 يساوي 5 يساوي وبعدين 0 يساوي وبعدين 21 يساوي. أول ضغطة هتمثل أي 1، أي 1 هيطلع قيمته بواحد أمبير، يبقى أي 1 بواحد أمبير. نضغط يساوي الثانية، هتطلع أي 2 بتلاتة أمبير، وبعدين الضغطة اللي بعد كده هتطلع أي 3 باتنين امبير. طيب ايه المطلوب مني تاني؟ المطلوب فرق الجهد على المقاومه 12، المقاومه 12 اهي ماشي فيها التيار اي 3، اي 3 اللي قيمته كام؟ 2، طب ما فرق الجهد بيساوي اي في ار، الاي ب 2 والار ب 12، يبقى ب 24 فولت. ايه المطلوب كمان؟ عايز القدره المستهلكه في المقاومه 3، المقاومه 3 اهي، هقول القدره بتساوي اي تربيع في ار، مين الاي اللي ماشيه فيها؟ اي 2، اي 2 قيمتها بكام؟ ب3، نربحها تبقى 9 في الار اللي هي 3، 3 في 9 ب27 واط. وكده خلصت المساله. نشوف المساله اللي بعدها. عندي دايره وطالب مني احسب اي 1 واي 2 واي 3، 3 مجاهيل، والقدره المستنفذه في الدايره. اول حاجه هتاكد ان كل المقاومات اللي عندي ماشي فيهم تيار ومتحدد اتجاهه، هنا التلات مقاومات بس، 10 اوم ماشي فيها اي 1 ومتحدد اتجاهه، وال40 فيها اي 3 ومتحدد اتجاهه، وال20 اوم ماشي فيها الاي 2 ومتحدد اتجاهه، وكمان هو فرض لي المسارات. امال هبدا احل ازاي بقى؟ انا هبدا اجي عند البطاريات وهعمل سهم صغير من السالب للموجب، سهم صغير من السالب للموجب، وهبدأ أكتب ثلاث معادلات هستخدمهم ازاي، معادلة من القانون الأول ومعادلتين من القانون الثاني لكيرشوف. هنبدأ نطبق القانون الأول على نقطة خارج منها ثلاث أسلاك أهي. النقطة إيه مثلا؟ مين التيار الداخل؟ أي 1، أي 1 تيار داخل، وأي 2 كمان داخل، يبقى زائد أي 2 هيساوي أي 3 اللي خارج. خلصت أول معادلة، مجموع التيارات الداخلة بتساوي مجموع التيارات الخارجة. هاجي أطبق قانون كيرشوف الثاني على المسار المغلق 1، هبدأ بكتب يساوي، في عندي بطاريات، أيوة ال10 فولت اتجاهها معانا ولا مش معانا؟ معانا، يبقى هقول 10 تساوي، ها هنا في المسار ده في عندي المقاومة 10 ماشي فيها تيار، أيوة أي 1 معايا طبعا معايا أهو، يبقى أقول 10
اي واحد ناقص المقاومة 40، دي ماشي فيها تيار اي 3، اتجاهه معانا مع المسار، يبقى موجب 40 اي 3. خلصت المعادلة التانية، اروح المعادلة التالتة، ها همشي في المسار كده، لا يكون معايا بطاريتين وحاجة، لا هي بطارية واحدة، 20 فولت واتجاهها معانا، يبقى 20 يساوي في مقاومة اهي ماشي فيها تيار، ايوه اي 2، السهم ده معانا، ايوه معانا، يبقى 20 اي 2. طب والمقاومة دي 40 ماشي فيها اي 3 معانا، يبقى زائد 40 اي 3. هبدأ ارتب المعادلات، هقول اي واحد، خلينا نكتبها بلون تاني، اي واحد زائد اي 2، واجيب لهم الاي 3 بالسالب، سالب اي 3 بتساوي صفر. دي المعادلة الاولى. وبعدين المعادلة التانية هقول 10 اي واحد زائد صفر اي 2 زائد 40 اي 3 بتساوي 10. المعادلة التالتة مفيش اي واحد، بقول صفر اي واحد زائد 20 اي 2 زائد 40 اي 3 بتساوي 20. هستخدم الآلة الحاسبة زي ما شفنا في المسألة اللي فاتت، وهتطلع معايا الاي 1 بسالب 7، والاي 2 هتطلع ب3 على 7، والاي 3 هتطلع ب2 على 7. كده انا خلصت التيارات. ايه اللي طالبه مني تاني بقى؟ طالب مني احسب القدرة المستنفذة في الدايرة. حلو، الطاقة اللي انا بستمدها في الدايرة دي بجيبها منين؟ مين مصدر الطاقة اللي في الدايرة؟ طبعا البطارية. طيب انا كده احترت، اصل انا عندي بطاريتين، ممكن البطاريتين هما الاتنين يمدوا الدايرة بالطاقة، وممكن تكون في بطارية بتمدني بالطاقة والبطارية التانية بتتشحن، يعني بتاخد جزء من الطاقة التانية. طب وانا اعرف ازاي؟ احنا متعودين ان التيار بيخرج من موجب البطارية يروح للسالب. تعالوا نبص كده على التيار اللي خارج من كل بطارية، لو التيار خارج من الموجب يبقى البطارية دي بتشحن، طب لو التيار رايح على الموجب يبقى البطارية دي بتتشحن، بتتشحن يعني بتستهلك مني طاقة، يعني مش هي دي مصدر الطاقة اللي عندي. تمام، تعالوا نبص على الفي باتري واحد. لو بصيتوا كده اي واحد، اي واحد خارج من الموجب، لا اي واحد مش خارج من الموجب. طب ازاي؟ لان اي واحد طلع بالسالب، وده معناه ان الاتجاه دون مش صحيح، معناه ان الاتجاه المفروض ان هو مش كده، المفروض العكس، ده معناه ان التيار رايح على موجب البطارية. طب انا ما اتعودتش كده، انا اتعودت ان التيار بيخرج من موجب البطارية، ما هو عشان كده البطارية 10 دي بطارية بتتشحن، يعني ما هياش مصدر الطاقة اللي هيتستنفذ في الدايرة. طيب تعالوا بقى، مش مصدر الطاقة اللي هتستمد من الدايرة دي، طب نروح البطارية التانية، التيار بتاعها اللي هو اي 2 طلع بالموجب، يعني هو صحيح وهو خارج من موجب البطارية، يبقى مظبوط، يبقى البطارية دي هي اللي بتشحن الدايرة كلها، وهي دي اللي بستمد منها القدرة المستنفذة في الدايرة. عشان كده هجيب الباور فيها، هقول ان الباور بيساوي اي في في باتري، اي اللي ماشية فيها اي 2 اللي هي 3 على 7 في الفي باتري اللي هي 20، تطلع كام؟ تطلع حوالي 8.57%. وقت، يبقى كده انا ايه، انا حسبت القدرة المستنفذة. في طريقة تانية، ممكن اجيب الاي تربيع في الار للمقاومات دي زائد الاي في الفي زائد الاي في الفي باتري اللي هي ايه، اللي هي بتتشحن، يعني اجيب الاستهلاك اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي في البطارية، بس دي هتبقى صعبة، هي الخطوة دي اللي ايه الافضل. والسلام عليكم.